بل على اليوم اللي قبله. احنا بيكم نكمل بعض مستمعينا في ثلاثيات شباب على الهوى. سالفتنا لليوم بالنشيد يحلو الوصال. راح يكونون معانا ضيوف جميلين انيقين حلوين متهندمين بروائحهم الطيبة الجميلة العطرة. انثروا في كل استوديو اذاعة الشباب الحب والجمال، وكانوا في برامجنا الجميلة مستمعينا منوريننا في نجم الإنشاد العماني في الموسم الأول. شيخ أبو أفلح رب يعطيك الصحة والعافية، احنا نعتذر منك اليوم، خلصت تسجيل حلقاته، شكرا لك. يبلغكم التحايا الشيخ أحمد العبري أبو أفلح، موجود مع ضيوفنا طبعا. كواليس برنامجنا إن شاء الله اليوم، كواليس برنامج نجم الإنشاد العماني مستمعينا في الموسم الأول، اليوم راح يكون على طاولتنا شبابية. راح نتكلم عن جديد الموسم الجاي، الموسم القادم، نجم الإنشاد العماني 2 اللي راح يكون إن شاء الله مستمعينا خلال شهر رمضان من الساعة 10 لغاية الساعة 12 بالليل. كل التحايا لكم مستمعينا، معكم مشاعر القاسمية عبر ناقل الصوت والإعداد، متابعة وتنسيق سيف الهلالي، في الإخراج جلال الخويطري. لا تروحون بعيد. لو يلحق صالي تبات بحارتك ما بتخالي، وتذكر وقت الأيام الخوالي، ولا تهدى من الواهي شجونك من الأشواق. لو يلحق صالي تبات بحارتك ما بتخالي، وتذكر وقت الأيام الخوالي، ولا تهدى من الواهي شجونه. شجون الود والهجر وبعاده على اللي ساكن بقلبك وداده، ولا لك على هجر صبر وجلاده اذا لاحت طيوفه في عيونك. عيون تبات ملهوفه وشفوقه، وتسهر ول حشايلها بها عوقه، رياضة جذب ما لاحت بروقه، وماتت ما روت وصله مزونك. غصون الوصل تتشفق لماهم، عسى تروى وتشفى من عناهم، سق الله وقت عشت في لقاهم، وغابوا عن سما قلبك وكونك. من الأشواق لو يلحق صالي تبات بحارتك ما بتخالي، وتذكر ود الأيام الخوالي، ولا تهدى من الواهي شجونه. ما حال الغيم ولمع البروق، أول مطر دافي قوي ود المخيلة، يروي الضيم ويشفي العوق، وبالريح لا ما عنسى مهما قيلة. ما حل الغيم لمع البروق، والمطر داف قوي ود المخيلة، يروي الضيم ويشفي العوق، وبالريح لا ما عنسى مهما قيلة. ونفت الديم ودفق بين وديانه وما بين سله، لي مع تهيمه بلطف وذوق، وتنسى مع الهموم اللي ثقيله. مسبوق والطبيعة ونسايمها الجميلة، والمعازيم هم هل الذوق، قدرهم فوق هامتنا نشيلة. انعش الغيم ورف البروق، والمطر دافق قوي
والغلا باقي قدام لا تكشف سدوده معادينا يصونها عن حسود وهرج الاطفاقي حال ما بينك وما بينه فراقي وتذكر له عهوده وتذكر ايامينه على الوفا والمحبة وعرفه الراقي واللي مضى يا حمد ما بيني وبينه يطري على بالي وله دايم اشتاقي ولا تنشد القلب عن فرق مضانينا فرق المحبين يتعب نبضه الشاقي شباب عالهوى يجمعنا سوا شباب عالهوى يجمعنا سوا ثلاثيات شباب عالهوى حياكم الله مستمعينا في ثلاثيات شباب على الهواء نرحب فيكم ونحييكم في هذا البرنامج الجميل اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس على حسب الأيام كل يوم له مسمى مختلف عن اليوم اللي عقبه مثل ما تعودنا دائما نقول إن اليوم ما نفس بكرة إن شاء الله وإن أمس ما نفس اليوم ودائما كل يوم يوم بيومه أحلى وأروع وأجمل عن اللي قبله واللي بعد إن شاء الله تحية لكل المستمعين في ثلاثيات شباب على الهوى سالفتنا اليوم حلوة جميلة سالفة فيها ترقب فيها انتظار فيها مفاجآت فيها أشياء حلوة جميلة خلال ساعتين رح نسترجع ذكريات كواليس مشاكسات برنامج نجم الإنشاد العماني طبعا بعد النجاح اللي حققه برنامج نجم الإنشاد العماني رح يطلع عليكم إن شاء الله بيطلة مغايرة مختلفة حلوة جميلة متهندمة في مكان مختلف عن الهيئة العامة للإذاعة أو التلفزيون تحضيرات قائمة عليه مع اجتماعات أمور كثيرة احنا قاعدين نشتغل عليها مستمعينا لنجم الإنشاد 2 نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في الاستوديو وبرا الاستوديو نبدأها من برا الاستوديو طبعا الشيخ أبو أفلح العبري كل تحية لك وشكرا شكرا شكرا لك أيضا العازف الأستاذ محمد باكوري تحية والمخرج جلال الخويطري طبيعي يكون موجود برا لكن برا لكن داخل بإحساسه مع الموسيقى يا هلا منورين منورين يا شباب منورين ضيك ونورك ونور المستمعين وضيهم بتواصلهم معنا على 24698151 على 90456 للرسائل القصيرة النصية من خارج السلطنة على 0968246982 برنامج نجم الإنشاد العماني مستمعينا كان يعني أنا المفروض ما أتكلم عنه لأن إحنا من طاقم العمل لكن كان من أجمل اللحظات اللي إحنا عشناها من البرامج الجميلة اللي يعني ازرعت فينا حاجة مختلفة أصقلت مهارات الكل سواء كانوا من لجنة التحكيم سواء من إحنا كمستمعين برنامج يهتم بالمواهب العمانية الشابة من عمر 14 سنة فما فوق طبعا في مجال الإنشاد العماني والسنة في مشاركات تبارك الرحمن كثيرة وصلتنا على رقم التواصل اللي دايما تسمعونه في الترويج نذكركم بإمكانكم تسمعون لإذاعة الشباب بالأخص اللي يسمعون للإذاعة في مسقط على تردد 100 مسقط وما جاورها على الساعة 3 تسمعون لنا على 91.7
نرحب بالأستاذ إبراهيم المنذري، رئيس لجنة التحكيم في برنامج نجم الإنشاد العماني. الله بالخير جميعا، وكل عام وأنتم بخير. نبارك لكم نفحات وروحانيات هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمات والبركات والفضائل، وأعاننا الله وإياكم على أداء الواجب فيه، ونسأل الله القبول والثواب والأجر العظيم، ونتمنى إن شاء الله نكون ضيوف خفاف وممتعين على المستمعين الكرام. طبعا هذا الكلام اللي سمعناه كان أول كلمة قالها الأستاذ إبراهيم المنذري في طلته في نجم الإنشاد العماني، لكن الحين لايف بنسمع الأجمل منه. حياك الله، ودائما الجديد والجميل منه. مساكم الله بالخير جميعا. والله يا ريت لو أعيد الكلام اللي ما شاء الله جلال يعني جابه قبل شوية، أتوقع أني ما أقدر أولف هالكلمتين والجملتين الجميلات يا جلال. كانت روحانيات رمضانية يمكن وقتها ولا شيء. مسيكم بالخير بالنور والسرور، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك. نشكركم، يعني نشكر إذاعة الشباب على هالمبادرات الطيبة، ونشكرها أيضا يعني جزيل الشكر على أن نثقل عليهم يمكن بهذه اللقاءات اللي نتمنى أن نكون ضيوف خفاف على المستمعين. أنت دائما خفاف بطلتكم، بحديثكم، بشجنكم وأحاسيسكم الجميلة اللي دائما نابعة من القلب إلى القلب. الله يسعدك ويمسي عليك طبعا بالخير، ولكل عشاق ومحبي الأستاذ إبراهيم المنذري والفانز مثل ما يقول زميلي عدنان الميمني. فانز الله خير. بعدين طبعا نبغى نعرف شو معناته الفانز. انتوا اهل الفانز واهل التواصل الاجتماعي. طبعا مساء جميل وكبير جدا وعذب على المستمعين الكرام ومعجبي وفانز اذاعه الشباب. الله يحييك يا رب. اهلا وسهلا ايضا بقيثاره برنامج نجم الانشاد العماني، وبصاحب المقامات الجميله، وبالمعلم والمربي الجميل، واللي عمل بصراحة نقلة كبيرة في حياته كشخص. نزل وزنه ما أعرف من كم كيلو إلى كم كيلو، لكن بأمانة أحييك يا أستاذ إبراهيم جميل جوزي على هذا الإصرار الجميل منك. حياك الله معنا. تحية لكل من عمل في هذا البرنامج وهذه المسابقة الكبيرة نجم الإنشاد العماني، وندعو الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وهذا الشهر الكريم وكل الشهور. كالعادة يا مرحبتي جلال، حاضر اليوم وبقوة في الحلقة. والله جلال خزين بكل الأمور. نمسيكم بالخير أعزائي المستمعين الكرام بإذاعة الشباب، وأشكر بنتي وأختي وزميلتي الأستاذة مشاعل على هذا البرنامج الطيب اللطيف، وأتمنى من جميع المستمعين والمنشدين التسجيل والتواصل معنا في هذا البرنامج، وهو برنامج نجم الإنشاد العماني الثاني إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم ولنا وللمستمعين، وشهر كريم علينا جميعا. علينا وعليك إن شاء الله يا رب. أيضا نورتنا أستاذ جميل جوزي في الاستوديو، بنرجع لك نعرف سر يعني الإصرار والهمة العالية. تعرف الحين يعني الكثير اللي داخلين في نظام حمية غذائية، وفي ناس دائما يصورون وجبات الدايت الخاصة اللي شغالين عليها بسم الله ما شاء الله، يعني بسنابهم كل وجباتهم دايت، وخاطرك تكون في لقاءاتهم في شغلهم في مكانهم، بنعرف تفاصيل أكثر عنهم. أهلا بصوت الكناري، صوت التغاريد الجميلة، صوت الشجن والإحساس الجميل لمنشدنا الأستاذ بدر الحارثي، نورتنا. أهلاً الأخوة الحاضرين والمتابعين في إذاعة الشباب، نهنئكم جميعاً بقدوم هذا الشهر المبارك، ونقولكم كل عام وأنتم بخير، مع تمنياتي بالتوفيق والرقي إن شاء الله للمنشدين المشاركين في هذه المسابقة، وأيامكم سعيدة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بإذن الله. أهلاً وسهلاً بك أستاذة مشاعل. طبعاً أنا سعيد جداً اليوم حقيقة بعد فترة غياب نعود مجددا إلى هذا المكان، وإلى لقاكم ولقاء فريق العمل والأساتذة في لجنة التقييم،
وسعداء إن شاء الله يعني للحوار الشيق بإذن الله القادم، لأنه في مفاجآت يعني جميلة جدا. يعني أنا فاتني اجتماع اليوم. لا في أشياء يعني حلوة صراحة للمستمعين وللحاضرين بإذن الله تعالى وللمنشدين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وخاصة يعني المكان الجديد اللي راح يكون منه تفاصيل كثيرة إن شاء الله مستمعينا راح تكون حاضرة اليوم في حلقتنا. وأيضا حتى بإمكاننا أن نقول لكم عدد الأصوات اللي لحد اليوم شاركت معنا في برنامج نجم الإنشاد العماني، أكثر من 200 صوت لين اليوم، أكثر من 200 صوت في أصوات وأسماء جديدة، وفي أسماء كانت موجودة في الموسم الأول لكن حبيت دخولهم وتحديهم مرة ثانية في الموسم الثاني على العين وعلى الرأس. الكل راح يضيف حاجة جميلة إن شاء الله. على شباب راديو مان مستمعينا، تحية لكل المستمعين والمتابعين. لينا سلطان يقول مساء الخير، اليوم يكون ثلاثيات من ذهب بوجود الضيوف الرائعين الأساتذة الكبار، تحياتي لكم. بالفعل والله يا ريت كنت شاورتكم بالعنوان، كان زين يا سلطان. ما عليه، هم الذهب في كل مكان يطرحون الذهب بأخلاقهم الطيبة الكريمة، وما عليكم زود أيضا كمستمعين. خليفة الشريق يقول بالتوفيق لكم. عبد الله البطاشي مساءكم فل. الجابري حياك الله يا جابر، عفوا موفقين، الله يوفقكم دائما متألقين. شكرا لكم على الكلمات الجميلة الطيبة. على 90456 أيضا لرسائلكم القصيرة النصية. تحية للمها تقول نجم الإنشاد العماني مساء الورد، منورين كل الضيوف على برنامج إذاعة الشباب، ذكريات جميلة وصحبة طيبة معاكم أختي مشاعل، تحية لكم. وأبو إياد الحماني، تزهر الأرض بطيبة قلوبكم وتصفو الحياة بصفاء نفوسكم وتحلو الصحبة بجميل أخلاقكم، وأخلاقكم دائما اللي نتعلم منها حتى من حروفكم الجميلة وانتقاءاتكم الأجمل. ندردش، نسالف، ناخذ علوم. أستاذ إبراهيم المنذري، يا أهلا وسهلا، ما الجديد؟ النيل، مسقط، مسقط، كايرو، كايرو، مسقط، شو السالفة؟ والله الجديد دائما تعرفي فني، شتنهيدا حلوة. بما أن في نفس البوتقة الفنية يمكن يعني محسوبين على المجال الفني اللي نتمنى أن ننتمي له انتماء جيد بإذن الله تعالى إن شاء الله، بفضل تشجيعكم، بفضل إذاعة الشباب، بفضل أساتذة الكبار اللي منوريني اللي أتعلم منهم كثير، الأستاذ الجليل جميل الجوزي، وحبيب الكل أستاذنا بدر الحارثي أيضا، مع مخرجنا جلال، وهناك ما شاء الله يعني الشيخ أبو فلاح العبري، حقيقة سعدنا بهالنور يعني قبل ما ندخل الاستوديو، وهو دائما طلته وابتسامته أكيد يعني هذا رجل إحنا نستقي منه كل ما هو جديد. الحمد لله. مع أستاذتنا القديرة عفراء اليحيائية مديرة الإذاعة، والأخوان أيمن وسيف والمجموعة، جزاهم الله ألف خير. الجديد هو فني طبعا، أنت سألتيني ربما على آخر رحلة، دائما يقولوا لي أنت في هذه السنة يعني ابن بطوطة من كثر الرحلات، لكن آخر زيارة أو آخر رحلة لي كانت في عمل فني وطني بإذن الله تعالى سيرى النور قريبا، يعني انتهينا منه من تسجيله طبعا ككلمات وكألحان وأيضا كتوزيع. جميل. وتسجيله تم في استوديوهات الـ ART في مصر، وطبعا مع الأوركسترا بالكامل، يمكن هذه من الأشياء النادرة اللي يعني توفقنا فيها في تسجيل، في انتظار العمل إذا الوطن الجميل بإذن الله تعالى إن شاء الله. وهو أيضا علشان أكون يعني كذا حصريا على إذاعة الشباب، هو عليك. من كلمات الأستاذة القديرة يعني الأخت العزيزة الشاعرة نور البادي، حياتنا لها، وكتبت كلام جميل جدا ورائع عن الوطن، وقمنا يعني بوضع له ألحان متواضعة، وبإذن الله بيكون تابع لأحد المؤسسات الإعلامية كرعاية، سيبث قريبا، وأكيد بيكون إذاعة الشباب لها الحصريا دائما بإذن الله تعالى. في انتظار، في انتظار أكيد الجديد أستاذ إبراهيم، ودائما يعني دائما اللي نستسقي منك حرصك على أن الأعمال الوطنية دائما ما يكون فيها يعني مناسبة معينة، دائما بتجدد الأعمال الوطنية تكون حاضرة مع الأستاذ إبراهيم المنذري. يقول دائما العمل الوطني ما محتاج مناسبة علشان أنك أنت تشتغل فيه، لا، دائما الوطن هو موجود بيننا وحوالينا، يجري ويمشي في عروق دماءنا مستمعينا، فبالتالي نشوف من الشاعر، نشوف من الملحن، نشوف من الكل يعطي للوطن حقه، وبعدنا مقصرين في حق الوطن، ما نوفي دائما حقه، لكن تبقى الكلمات
يمكن تعبر عن ما يجول في الخاطر اتجاه الوطن، فبالتالي مع اللحن الجميل سنغرد احنا وياك استاذ ابراهيم ان شاء الله باذن الله. استاذ جميل جوزي، قبل شويه في افتتاحيه البرنامج سمعنا المنشد الوسمي، سالتك قلت لك شو نوع المقام؟ نعم كان الرست؟ مقام الرست. نعم اشتقت حق هالاسئله. لا انا متعود دائما بهالبوتقه قولت استاذ ابراهيم، المقامات والاناشيد وحتى التلاوات القرانيه، فدائما في هذا المضمار. وان شاء الله الله يوفقنا ان نقدم الأجود والأجود والمفيد لكل المستمعين والمنشدين بالذات. بإذن الله بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك. وقلنا شو سر الهمة والإصرار هذا؟ والله هو فعلا الهمة مريودة يعني، أو يجب أن الإنسان يأخذها بعين الاعتبار. أنا وزني كان 190 كيلو ما شاء الله، فوزن مخيف ما شاء الله، وعلى عمري فأكيد يعني تصحب بعض الأمراض وبعض فقررت أن أسوي عملية، فسويت التكميم نزلت 78 كيلو ما شاء الله تبارك الرحمن، لحد الآن 78 كيلو. فالحمد لله حركتي صارت أنشاط، صحتي أفضل، يعني الحمد لله. الوزن الزايد هو عذاب للإنسان، وأطلب من أطلب من كل المستمعين اللي عندهم وزن أن وجاهم الشهر الفضيل، هو فد برنامج تقريبا تقنيني بالنسبة للأكل بطبط. بس لا يصرفون، والإسراف ما مريود في شهر رمضان وفي أي وقت. أهم شيء الحلوى العراقية لازم ناكلها. إن شاء الله ناكلها في برنامجنا المرتقب. هو أنا خاف طبق الدايت اللي تابعني عليه على سناب وعلى الحمية مشاعر. اللي تابع الدايت مال الأستاذ إبراهيم على سنابه صدقوني ما بيندم، اللي بيوع زيادة بياكل أضعاف، عادي يصحى من النوم وهو نايم في عز نومه بالليل يتخيل الوجبة اللي شافها ويقوم عشان بس ياكل. الله يسامحك يا أستاذ إبراهيم، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسعدك أستاذ جميل جازي. الله يحفظك إن شاء الله. منشدنا الأستاذ بدر الحارثي، يعني قبل فترة شفنا تنقلات، سفر، شفنا جديد، شفنا الجزائر، شفنا أماكن، شفنا وجودك. خبرنا عن تجربة زيارة الجزائر، خبرنا عن الشعب الجزائري، كيف كانت استقبال الحفاوة الاستقبال، يعني حسينا حتى من حديثك كنت تصور الحواير الأزقة. نعم. كانت يعني مناظر جميلة ما شاء الله حقيقة. مفروض كان الأستاذ إبراهيم يكون معنا، لكن الأستاذ إبراهيم راح عنا ألمانيا يعني. فحقيقة زيارة الجزائر كان مشاركة للمجموعة، هناك عندهم مناسبات دائما سنويا تقام في شهر 3 هي الأعراس الجماعية يعني، فكانت مشاركة مجموعة المعالي، وكان معنا أيضا أبو أفلح صحيح. وبعض يعني مثل ما ذكرت كان المفروض يكون معنا أستاذ إبراهيم، لكن أستاذ إبراهيم بعد واحد حد ما شليته من بعد ما أدري عنك دور عن يكون قلال. قلال لحل وقتها، قلال مرتبط كله في الإذاعة يعني. فحقيقة كانت رحلة جدا جميلة، ناس طيبين يعني يحترموا العمانيين، يقدروا العمانيين حقيقة. كان الكل متعاون معنا، الجهات الأمنية وكل، من يوم ما وصلنا تعرف نحن انتقلنا من العاصمة إلى الجنوب تقريبا مسافة يمكن 7 ساعات يعني على البر، ولكن كنا نشاهد المناظر الجميلة، وكل ما نمر بنقطة تفتيش يعرفونا نحن من عمان على طول يمشونا حقيقة. والشيء الجميل اللي عجبني المنشدين عندهم أعمارهم كبيرة جدا، أنا لاحظت 86 سنة ينشد، أصواتهم جميلة وجميلة وناس فنانين ما شاء الله عليهم. وعندهم حتى الأشياء اللي سمعتها عجبتني يعني، أنه عندهم إجباري الإنشاد في سن معين لازم يضربوهم اللي ما ينشد ما شاء الله، إجباري يعني، لأنه عندهم أناشيد حماسية ويعني قومية مثلا وطنية كذا، فشيء جميل حقيقة يعني تشوفهم معظمهم حتى يعني فنانين
حتى اللي ما منشدين تشوفيه ملم في جانب يعني المقامات وال صحيح. عنده إلمام يعني، وناس ما شاء الله عليهم يعني بيئة جدا طيبة، وحقيقة أنصح بزيارة الجزائر، وعسى الله سبحانه وتعالى يكتب لنا نحن كطاقم يعني. أنا زائرها أيضا طبعا، معانا أستاذ عفراء كذلك. هو اليوم وايد حصلنا عرض والله أستاذ إبراهيم سوالنا كم عرض، قال يعني في كم دولة يعني ما شاء الله، وعسى يا رب إن شاء الله يتحقق هذا إن شاء الله. هو أمير الورد ويستاهل يعني. هو حتى المفاجآت للمستمعين وأيضا للجمهور اللي راح يكونون معانا مستمعينا، ما أدري مديرتنا تسمحيننا نصرح بمكان نجم الإنشاد المكان إيه؟ خلاص أنا ما أقول، لكن حقيقة أقول للمستمعين بأمانة لا تفوتوا هذه المرة، هذه المرة لازم تحضروا، وين ما يكون الحفل، وين ما يكون موقع برنامج الإنشاد نجم الإنشاد حضروا، لأنه في مفاجآت يعني صراحة خيالية ولأول مرة. يعني أحيانا إحنا لما نسمع المفاجآت خاطرنا نكون من الجمهور وما نكون من طاقم البرنامج. فاصل قصير ونكمل معاكم ثلاثيات شباب على الهواء. شباب على الهواء يجي معنا سوا، شباب على الهواء يجي معنا سوا. هي زمان أول إذا نسينا بطاقة البنك نضطر نرجع للبيت عشان نجيبها، أما الحين تحصل فلوسك من جهاز الصراف الآلي ولا تحتاج بطاقة. أزمي تطبيق بنك ظفار يعزك. لو سمحت إيش باسورد الواي فاي؟ كباب 1 2 3. كوتش باسورد الواي فاي لو سمحت. بايسب ترايسب. إيش باسورد الواي فاي؟ حياك على كيفك. نعم حياك على كيفك، الباقة مسبقة الدفع المتكاملة. ها؟ استمتع بأربع جيجا بايت بيانات انترنت ومكالمات غير محدودة إلى 5 أرقام مفضلة وأربع جيجا بايت بيانات تواصل اجتماعي ب15 ريال، ونقول باي باي لواي فاي. يا سلام، بس وين أقدر أحصلها؟ اضغط نجمة 280 مربع أو تفضل بزيارة omantel.om. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم. ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أيا كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. هل تعاني من القرنية المخروطية؟ بمستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوافر التقنيات العالمية المتطورة التي ستساعدك بإذن الله، كزراعة حلقات القرنية والتثبيت البيني بالأشعة فوق البنفسجية وزراعة القرنية الجزئية والزراعة العميقة بأمان تام ودقة عالية وبأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعينيك ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع، فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453-1111 أو زر وكيل سفر محلي ببلدك. صناعة الموروث تتطلب أجيالاً متعاقبة، وتعزيز العلاقات يحتاج إلى عقود طويلة، وبناء قاعدة متينة يستغرق أعواماً عديدة، ولكننا في بنك صحار وكونكم شركاءنا في رحلة التميز نجحنا في تحقيق كل هذا في غضون 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة حافلة بالنجاحات امتدت ل10 سنوات، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات ومستويات النمو، واتسمت بمعايير متميزة من الشفافية والابتكار، والأهم من كل هذا التميز في خدمتك وخدمة مجتمعنا. فخورون بكونكم جزءا من رحلتنا نحو التميز. بنك صحار، تميز. وقف الفسحة يا أطفال، يا أطفال
تعرفوا كيف برجر دجاج الصفاء يمنحنا ثلاث طرق للسعادة؟ نعم أستاذة، النقاء وبعد طازجة وبعد الطعم الشهي. يامي برجر دجاج الصفاء هي الوجبة المفضلة عندي أنا. بعد برجر دجاج الصفاء، خيارك النقي الطازج والشهي. بعد تكريم مركز دار العيون واختياره أفضل مركز متخصص في البريمي عن عام 2016، وبمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن إضافة تخصصات جديدة بمركز دار الشفاء الطبي الحديث، والذي يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الأسنان والأذن والنساء والمختبر والأطفال والعيون. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على 964-06-117 24-566-18 البريمي 25-65-15-35. مسقط الآن أسرع من قبل، تعرفوا ليش؟ أواصل فايبر نت توفر باقات باستخدام غير محدود وسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية لمنزلك وأعمالك. تغطيتنا متوفرة في الخوض، السيب، المعبيلة، الحيل، شاطئ القرم، المنومة، الموالح ووادي اللوامي، وقريبا في العذيبة، الغبرة، مدينة الإعلام، القرم، وادي عدي، الوطية، الحمرية، الوادي الكبير، حلة سد ودار سيد. اشترك الآن واحصل على أول شهر مجانا وترقية مجانية للسرعة. شاركنا موقعك عبر الواتساب 94-80-100 أو عبر موقعنا awasar.om. مع أواصر فايبر نت، سرعة تفوق الخيال. شباب على الهوى يجي معنا سوا، شباب على الهوى يجي معنا سوا. ثلاثيات شباب على الهوى. رجعنا لكم مستمعينا، نرحب بكل من انضم لنا عبر الأثير في هذه اللحظات وهذه الدقائق. نحييكم ويسعدنا تواصلكم معنا في ثلاثيات شباب على الهواء. حلقتنا اليوم مختلفة، يعني كل أسبوع نجيب حلقة غير شكل بصراحة، يعني بسم الله علينا ما شاء الله علينا، يعني منورين منورين. هاي اللي يمدح نفسه بعدها. سلفتنا لليوم بالنشيد يحلو الوصال، احنا مو بالنشيد بس، بضيوف لجنة التحكيم، بمستمعينا، بمشاكسات، بأحلى الأمور والجماليات اللي عشناها في نجم الإنشاد الموسم الأول عشناها، رح نرجع نعيشها في حلقتنا لليوم. طبعا نذكركم قبل شوي، قبل ما نطلع للفاصل، كنا نبغى نقولكم عن المكان اللي رح يكون فيه برنامج نجم الإنشاد العماني 2. طبعا الأستاذ إبراهيم، عفوا الأستاذ بدر الحارثي، كان يقول عن المفاجآت الحلوة، يقول اللي ما بيجي بيندم، وأشياء كثيرة. إحنا خليها لوقتها إن شاء الله، ورح نعلن عنها سواء كانت للمتسابقين أو للجمهور، رح يكون لهم نصيب جميل. السنة غير، كل شيء غير، كل شيء مختلف. رح يكون بإذن الله من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، رح نكون موجودين هناك من الساعة 10 لغاية الساعة 12 منتصف الليل. مستمعينا، طيلة شهر رمضان مبارك، ما عاد من الأحد للخميس، ما عاد الجمعة والسبت. أيضا عشنا أيام حلوة في برنامج نجم الإنشاد العماني الموسم الأول، سواء كانت مع المتسابقين اللي قاعدين الحين، والضيوف اللي قاعدين الحين مستمعينا يرسلون لنا تفاصيل وصور وذكريات جميلة لطاقم البرنامج والضيوف الجميلين ويزين. اشتقنا شوق كبير لبرنامج الإنشاد، وإن شاء الله نكون من الحضور كجمهور. مرحبا بك يا محمد آل شهاب على العين وعلى الراس. أشرف العاصم يقول منورين أساتذتنا الاستوديو، أستاذتنا حمستونا نحضر نجم الشباب، نجم الإنشاد، بس بشرط لا تخلونا يوم الخميس. ترى هو من الأحد للخميس، كيف ما نخلي يوم الخميس؟ الله يرضى عليك يا أشرف. نجم الإنشاد، الإنشاد العماني 2، كواليس حلوة عشناها، خربشات حلوة، مشاكسات حلوة، ايش رايكم نرجع نسمعها؟ مشاكسات لجنة التحكيم في نجم الإنشاد العماني. دورة
ايش هالسالفه اللي سويتها لنفسي؟ عاد انا طلع عندي بعد التقييم الجماعي 40 صوت حلو بدل ما يكونوا 10 او 12، طلع استاذ جميل استاذ بدر حنينين. لما يا نبع الحنان يا طر روح المكان ورحومين اكثر مني، انا كنت قاسي في التحكيم. محكمه هيا بنا يا جلال لنعقد اجتماعا طارئا عاجلا قرروا فيه اشياء واشياء. خلاص خلاص فهمتكم فهمتكم. اشياء واشياء. هيا بنا هيا شباب المعالي، هيا معا هيا لشد الرحال. جلال حبيبي هذا السناب السناو السناب السناو السناب السناو السناب السناو السناب السناو السناب السناب استاذ جميل اسمه سناب شات سناب شات سناب شات سناب شات سناب شات سناب 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 شات. هذا إذا نزل البرنامج زين كيف آخذكم؟ خذني وياك ريدة بكويه. هلا هلا حياكم يا جماعة، والله أنتم متطورين عندكم سناب. أنا بعدني شاوي نبدي ويريح طيب المظهر، يعني أنا آخر واحد، أنا آخر منشد يفتح فيسبوك ويفتح تويتر وإنستغرام، يعني اخر منشد. يا لازع مسيري سلنقه يا ناس صحوني وانا نايم، غورت يا ناس صحوني وانا نايم. هذه كانت مشاكسات مستمعينا نجم الانشاد العماني في الموسم الاول. طبعا السنه بيتحذرون كثير لجنه التحكيم، ما راح يدردشون كالعاده وما بياخذون راحتهم. بس انا عندي سؤال، ما اعرف هو بعد المشاكسات ما كلها طبعا. تحيه اللي تابعونا على الانستا لايف حساب الاستاذ ابراهيم المندري، شكرا لكم، شكرا ايضا لزميلنا خلفان العامري على كلامك الجميل. اي في وسائل التواصل الاجتماعي حاضر موجود، اما في شباب على الهواء انا مو فاضي انا مشغول. هاي حتى مديرتنا زعلان عليك استاذ جميل جوزي. اللي فتحت سناب شات ولا بعدك؟ فتحت عيني، ومو بس سناب شات، انستغرام انستغرام حركات يعني طبعا ناخذ من عندكم. يعني نجم الانشاد فتح نوافذ كبيره. اكيد اكيد نجم الانشاد اجمل ايام قضيتها في برامج اذاعيه او تلفزيونيه كان نجم الانشاد. نجم الانشاد الاول روعه، فكيف راح تسمعون نجم الإنشاد الثاني؟ ما تصدقون اللي راح تشوفوه أو اللي راح تسمعوه إن شاء الله. نجم الإنشاد الثاني غير بهواية مفاجآت، هواية هواية كلها من الأبي من الأستاذ إبراهيم المدري. ترى شو مسوي أنت في الاجتماع اليوم؟ أنا ما حضرت اليوم. والله هو مشاعل قبل كل شيء أستاذ جميل قال لي مثل جميل جدا، مثل عراقي، قال لي أنت دائما أنت الأبي. أي فأتمنى أنه يشرح الآن على الهواء مباشرة إيش معنى الأبي، يعني قل لي الأبي كذا يعني بلغة أو بلكنة غريبة جدا الآن على الهواء مباشرة أستاذ جميل، يعني ما في مفر. نبغى نعرف إيش معنى هالمثل العراقي. الأبي إحنا دائما من نريد أن نقول الشخص أنه أنت الأصل أو أنت المغذي العام أو أنت صاحب الفكر الأكبر، فنقول له أنت الأبي. الأبي هو البايب الرئيسي لتوزيع المياه الصالحة للشرب في المناطق عندنا في العراق، فيكون تقريبا أكثر من يعني نص متر القطر ماله ما شاء الله. هذا للمي الرئيسي يتوزع بالمناطق، ومن عنده تطلع الفروع إلى البيوت وإلى الشوارع وإلى، فهذا يعني يسمى هو الأساس، يسمى الأبي. بحيث يعني هاليوم انكسر
الأبي غرق نص المنطقة. وهو غرقنا شكله بغرقنا. يعني أنا المغذي الرئيسي الآن. نعم. يعني فأنت الأبي مالك. مجاملة كبيرة جدا على وجودك. أنا ما جامل. مشاعل وبدر الحارثي وهناك الشيخ أبو أفلح والأستاذة عفرة وجلال وبعد زارنا عدنان الميمني. يعني أتوقع أنا ما أكون الأبي أبدا اليوم. لا بالعكس أنت الأبي فعلا، لأنه بصراحة النجم الإنشاد الأول كان عندك اقتراحات وكانت عندك لمسات فعلا طورتنا أكثر وخلت نجم الإنشاد ببريق خاص. وأنا متأكد السنة بهذه التوجيهات أيضا مو بريق وإنما لؤلؤ وألماس. الله عليك الله عليك الله عليك ما عليك ما عليك إن شاء الله. ابدا ابدا استاذ جميل مالك زود. استاذ يعني استاذ جميل بعد هذه المقدمه الجميله من الاستاذ حق الاستاذ ابراهيم، شكلنا بنحصل شيء، اكو شغلات حلوه يعني بتطلع منه. اكيد يعني مو هي المصيبه مالت الاستاذ ابراهيم ما يفصح راسا دائما في اكثر الاشياء اللي سواها في نجم الانشاد اثناء الايام. احنا قاعدين صحيح. قاعدين بالمكان مالتنا اللي هو اللجنه لجنه التحكيم ويطلعنا بشغله ما شاء الله عليه. يا بن اليوم نطلع لنستفيد. ادري تقول لنا قبل يوم حتى واحد يجهز حتى والله ما عليك زود السد. فكان كان عنده مفاجآت فعلا جيده وجميله وبها فائده لكل المنشدين. جميل. طيب استاذ جميل جوزي خلينا نتكلم شويه. يعني الأستاذ جميل جوزي من يوم صغره وهو عاشق للفن وهو محب لهذا المجال، في صورة كثيرة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي في الثمانينيات أو السبعينيات، ممكن تكلمنا عن هالصورة، تحكي لنا تفاصيل هالصورة، شو سر يعني حبك لهالفرقة؟ كانت حتى أتوقع بالأبيض والأسود الصورة. نعم. حتى وريتنا إياها في نجم الإنشاد وكنت كثير وسيم وتسريحة جميلة كده. تسريحة جميلة إيه. بس ترى بعدني وسيم. أمورك طيبة. بس وسيم جوزي مو جميل جوزي. وبعدك يعني أقصد في شبابك، في يمكن كان عمرك وقتها في العشرين أقل 17 سنة كان عمري. أول ما دخلت الإذاعة والتلفزيون في بغداد عضو في فرقة الموشحات العراقية وبعدين تغير اسمها إلى فرقة الإنشاد العراقية لأنه أخذت عدة أنواع من الإنشاد، ليس بس الموشح، الوطني والديني والتراثي. ويعني فكنت أعشق فعلا الغناء والإنشاد في فترات شبابي. تذكر النشيد اللي كان دائما تردده باستمرار يوم كنت في ريعان الشباب؟ أي اللي هو موشح اسمه حبيبي عادلي. نسمع هاي نسمع أستاذ جميل. نسمع هذه سنة السبعين إن شاء الله. يعني 47 سنة ترين هسه أسويها يا ريت. هو طبعا من مقام العجم. حبيبي عادلي وأظن عادلي فطل حتى نرى الهنا يا ليل. حبيبي عادلي وأظن عادلي فطل حتى نرى الهنا يا ليل. ونسيت الكلام الباقي. صوتك بازال جميل برنته الحلوة، البيز الموجود فيه والجماليات اللي دائما للضيفة استاذ جميل انت رائع. الله يخليك. وهذا فعلا اول يعني موشح. صدق يوم قالوا كل ما تكبر تحلى. الله يسلمك. هذا اول موشح فعلا سجلناه للاذاعه والتلفزيون كان ما شاء الله سنة السبعين. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب استاذ جميل جوزي. الله يخليك. استاذ ابراهيم المنذري لك كثير من الالحان والأغاني سواء كانت وطنية سواء كانت عاطفية، كثير من الأغاني، لكن الأغاني الوطنية كثير ما نشوف الأستاذ إبراهيم المنذري ونفرح أن نشوف الأستاذ إبراهيم المنذري لأن نعرف الشغل اللي بيطلع من الأستاذ إبراهيم المنذري. أول يعني كلمات لحنتها أغنية أيا كانت تتذكرها؟
أولا ما شاء الله أحب أشكر الأستاذ جميل الأبي جزاه الله بخير على هالكلام الطيب. ثانيا على السريع بس الحبيب بدر الحارثي قال كلام جميل جدا، قال دائما العمانيين أينما تواجدوهم في رحلتهم في الجزائر طبعا يعني دائما مرحب فيهم بشكل كبير جدا. هذا طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، أتوقع أنه من خلال خطين متوازيين، الخط الأول عادات وتقاليد وتربية العمانيين في بيوتهم، والخط الموازي الثاني لهذا الكلام أن العمانيين مرحب فيهم في أي مكان ولهم معاملة خاصة بفضل السياسة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. بحمد الله يعني دائما بالفعل نلمس الترحيب ونلمس الكلام الطيب والفعل الأطيب من الآخرين عن العمانيين، ونتمنى أن هذه النعمة العظيمة تدوم علينا نحن كعمانيين أبد الدهر بإذن الله تعالى. طبعا أول لحن ما أذكر بالضبط، لكن أتوقع أني أنا عملت ألحان مجتمعة في أوبريت، وكنت في أتوقع الصف الأول ثانوي، كان أيامها مش عاشر وثاني وحادي عشر وثاني عشر، وكان لمنتدى صيفي عندنا في الظاهرة في ولاية عبري، وكان عدد المشاركين في المنتدى تقريبا من 500 إلى 600 مشارك، وكان في حفل ختامي عملت فيه لحن لأوبريت كان بمناسبة 23 يوليو، وبعدها ربما توالت الألحان إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه من أيضا نعتبر نفسنا تلاميذ أكيد يعني لغاية الآن ملكس. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى أن تستمعوا إلى الجديد القادم بشكل مغاير بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله، ودائما إضافاتكم ولمساتكم جميلة سواء في نجم الإنشاد، سواء أنتم كروح وحدة، كلجنة التحكيم، بحبكم عفويتكم مشاكساتكم لبعضكم البعض. يعني الأستاذ بدر الحارثي منشدنا، يعني حرام أنت لحد الحين، إحنا بدينا ثنتين بالضبط والحين 2:55 وبخيل وما سمعتنا صوتك وما نشدت، يعني صحيح يعني خير الكلام ما قل ودل، لكن أنت حتى بالنشيد ما تقولنا لا نسمعكم حاضرين. طيب أول نشيد متى اكتشفت نفسك أستاذ بدر؟ من اللي اكتشف أول بالأساس بدر الحارثي كمنشد؟ طبعا أنا في وقتها كنت قارئ للقرآن في الإذاعة المدرسية في مرحلة الصف الأول إعدادي، فبعد ما خلصت أذكر كنت يعني مار راجع إلى الصف، شافني المدرس قال لي ما شاء الله صوتك جميل، إيش رأيك تنضم معنا بفرقة للإنشاد المدرسي، كان أنا ذاك، وقال راح ننتقل إلى مدرسة جديدة فزين تكون معاهم في المجموعة. طبعا المدرس اللي هو الأستاذ سالم الوضاحي نبعث له التحية. فبعد ذلك انضميت إلى مجموعة الإنشاد في المدرسة وبدأت معاهم، وبدأنا ننشد يعني في مشاركات من هناك المراكز الصيفية إلى يعني، وما زلنا نحن تلاميذ يعني. ما شاء الله عليك لين اليوم ما شاء الله. كم ألبوم لك أو كم نشيد تتذكر؟ الأناشيد كثيرة اللي سجلناها من غير ألبوم، الألبوم الوحيد الخاص به هو ألبوم حبي وسلامي. شاركت في ألبوم حب النبي، شاركت في ألبوم صدى النجوى، شاركت في ألبوم واعتصموا الأول واعتصموا هويتنا الثاني، شاركت أيضا في عمل ألبوم يعني منشدين عرب كان تسجيله في مصر، و فيديو يعني هنا عندكم في إذاعة أيضا أتوقع القرآن وكذا، عملنا ابتهالات 7 ابتهالات إذاعة القرآن الكريم. أيوة، ويعني أيضا من غير الفيديوهات المصورة. نعم. طيب المنشد الصغير مكرم الجابري، نعم، شو يعني لك؟ والله مكرم ما شاء الله منشد يعني أول شيء حقيقة يعني شكر لوالد مكرم سليمان الجابري، حقيقة مهتم بابنه كثير، لاحظنا يعني لدرجة أنه عاد يعني والد مكرم يعني أصبح عنده ذائقة يعني عنده حس في الموسيقى لأنه أصبح فنان يعرف ينتقد من كثر ما يسجل كثير من الأناشيد. فمكرم أحد تلاميذنا وأحد أشبال مجموعة المعالي، فهو منشد بإذن الله تعالى صاعد، ولديه ألبوم يعني يحتوي على أكثر من 10 أناشيد جميلة ومختلفة جدا وجميلة جدا جدا يعني. ما شاء الله عليه. الله أتمنى له التوفيق لمكرم ولناصر والأشبال اللي موجودين معانا يعني في المجموعة. خلاص الألبوم الألبوم جاهز، خلاص جاهز الحين يعني خلصوا الإجراءات طبعا الاعتماد، إذا في انتظار الألبوم إحنا بإذن الله. بإذن الله. إيش راح تسمعنا؟ والله قبل لا أسمعكم شيء على طاري الأستاذ إبراهيم لما تكلم عن الألحان، في ألحان جميلة جدا سواها لأوبريت اسمه أوبريت القلوب النبيلة إذا تذكر أستاذ إبراهيم. طبعا
في ولاية السيب قبل كم سنة يعني، وكنت أنا بعد ذلك الوقت طالب في المدرسة، وكان الأستاذ إبراهيم هو اللي ينتقي في اللجنة يعني. فما شاء الله الحان جدا جميلة. أنا أسمعكم مقطع بسيط. تفضل. طيبوني ثراها، طيبوني ثراها، الشذا والأصالة من مسندم لمسقط للعراق صلالة. طيبوني ثراها، طيبوني ثراها، الشذا والأصالة من مسندم لمسقط للعراق صلالة. الله 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 ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله. تحية لكل المتابعين، تحية لكل ما تقول بالتوفيق عزيزتي مشاعر، الأساتذة رائعين تبارك الله عليهم، الله يوفقهم في برنامج نجم الإنشاد العماني 2. وتحياتي للشيخ أبو أفلح وللمخرج جلال الخويطري، شكرا لك على تواصلك. أيضا كل شكر لكل من قاعد يسمع لنا مستمعينا شباب على الهوى، يأتيكم برعاية دار العيون وعمان تل. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. سواقي إن غوى قلبي يدل، يعزف المجد خضرارا خالدا يشبه حقلا. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدل، يعزف المجد خضرارا خالدا يشبه حقلا. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. في عمان غصن حب مد ظلة، تفتح صدري ففيه جبل يحضن سهلة. كل حرف في عمان غصن حب مد ظلة، تفتح صدري ففيه جبل يحضن سهلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة. قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فالسقاط نخلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فالسقاط نخلة. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبلة، عطش يكون عمري فاطلي في العمر قبلة.
الوزير مالك، انت مركز مع الوزير من البداية، لكن انا تركيزي كان طول الوقت على الملك كش ملك. ها؟ ايش؟ بس كيف؟ الخطوة الصحيحة تصنع الفرق، بادر بالخطوة مع برنامج المميز للادخار من بنك سحار. اربح 5000 ريال في السحوبات الخاصة الأسبوعية و 100,000 ريال في السحوبات الخاصة نهاية العام، إضافة إلى أكثر من 1,200 جائزة أخرى. زر أقرب فرع من فروع بنك سحار أو اتصل على 24730000 اليوم. بعض عيوب الإبصار قد توجد لدى الطفل دون أن يلاحظ أبواه ذلك، والتي قد تؤدي إلى كسل العين الدائم إذا أهملت. بمستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوفر تقنيات الاكتشاف المبكر الحديثة وجراحة الحولة الميكروسكوبية Minimal Invasive Procedure ونقل العضلات بأمان تام ودقة عالية بأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعيني طفلك، ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم. ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أياً كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. لو سمحت، ايش باسورد الواي فاي؟ كباب 123. كوتش، باسورد الواي فاي لو سمحت. بايسب ترايسب. ايش باسورد الواي فاي؟ حياك على كيفك. نعم، حياك على كيفك. الباقة مسبقة الدفع المتكاملة. ها؟ استمتع بأربع جيجا بايت بيانات انترنت ومكالمات غير محدودة إلى 5 أرقام مفضلة وأربع جيجا بايت بيانات تواصل اجتماعي ب15 ريال، ونقول باي باي لواي فاي. يا سلام، بس وين أقدر أحصلها؟ اضغط نجمة 280 مربع أو تفضل بزيارة omantel.om. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع، فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453-1111 أو زور وكيل سفر محلي ببلدك. أهلا فيكم في حصة الصفاء للطبخ. يا أطفال، تعرفوا كيف نقانق دجاج الصفاء تمنحنا 3 طرق للسعادة؟ أيوة شيف، النقاء، وبعد طازجة، وبعد الطعم الشهي لذيذ. أريد نقانق دجاج الصفاء لأنها المفضلة عندي. نقانق دجاج الصفاء، خيارك النقي الطازج والشهي. تزيد نسبة الإصابة بفقدان البصر لدى مرضى السكري 25 ضعفاً عن الأشخاص الأصحاء، حيث يؤثر مرض السكري بشكل مباشر على سلامة شبكية العين. لذا يجب على مريض السكري فحص نظره كل 6 أشهر. هذه المعلومة مقدمة من مستشفيات ومراكز مغربي، لتنبض حواسكم بالحياة. شباب عالهوى يجي معنا سوا، شباب عالهوى يجي معنا سوا. ثلاثيات شباب عالهوى.
مساكم نجوم من نجوم نجم الإنشاد العماني مستمعينا ثلاثة حاضرين معنا، ثلاثة الكوكباني احنا مسمينهم لأنهم بأمانة كل واحد يكمل الثاني، جميلين بحديثهم وأيضا حواراتهم الجميلة، وقفتهم مع الشباب العماني أيضا أيضا حتى بعض الملاحظات اللي كانوا يركزون عليها من الملاحظات اللي لحد اليوم ظلت راسخة مستمعينا في ذهني، ظلت موجودة مثل القيم، مثل القيمة الجميلة والعظيمة اللي دائما أتبعها أنا كمشاعل، وأيضا أحب البعض الكثير يتبعونها، عدم الغرور، عدم التعالي، عدم التكبر، من الصفات الجميلة اللي تربينا عليها وعرفناها وتشددوا عليها لجنة التحكيم في برنامج نجم الإنشاد العماني. أيضا بعض الأناشيد الجميلة اللي كانت حاضرة، وبعض الأشياء الاشتراطات اللي كانت موجودة أن تكون من كلمات شعراء عمانيين بلحن جديد. يا منشدين يلا أنتم جاهزين حق هالتحدي، اقبلوا هالتحدي وخلونا نسمع احنا شو اللي محضر لنا جلال المنشد خالد العريمي من صور العفية. يلا نسمع. الله مدت يمينك صاحب الخير للخير واحرص عليها عن تخبر يسارك، صلوا على حماد خير العباد، صلوا على حماد خير العباد. خلي فعولك ما بهاي تقصير، لا تنسى أرحام وحرمة جوارك، شيد عليهم من شذا الحب تعمير، في الجود طبعك والكرامة شعارك، صلوا على حماد خير العباد، صلوا على حماد خير العباد، صلوا على خير العباد، صلوا على حماد خير العباد، في الجود طبعك في الجود طبعك والكرامة شعارك، والخير ما تحدى دروب ومشاوير، في الجود طبع والكرامة شعارك، والخير ما تحدى دروب ومشاوير، وإن كان بس ودك تخير مسارك، هذه دروب الخير فيها تقادير، صلوا خالد العريمي والبقية الثانية المنشدين اللي كانوا حاضرين معنا، كل التحية لكم إذا كنتوا تسمعونا، وإذا كان حد يسمع من أصحابهم وصلوا لهم التحية الجميلة اللي دائما يعني تعرفنا على أخوة، تعرفنا على أصدقاء، تعرفنا على طيب وأخلاق، تعلمنا منهم الكثير مستمعينا من الأدب والأخلاق، وبصراحة يعني اللي شاركوا في برنامج نجم الإنشاد العماني مو بس برنامج، هو أكاديمية، ودائما أقول أنه هو أكاديمية. في الحديث عن الأكاديمية مستمعينا، يعني يمكن حلقتنا لليوم مع الكواليس، مع الجماليات اللي قاعدين نستعرضها، أيضا إحنا نركز على مسألة أيضا دور المدارس في البحث عن هذه المواهب الجميلة، دور المدارس أيضا في دعم هذه المواهب. إحنا بيكم نكمل بعض، إحنا يعني دائما نقول مثل ترانيم الصغار اللي كان شاركوا فيه أطفال صغار، يعني وصلتنا كثير من المشاركات الجميلة وعشنا لحظات حلوة. نجم الإنشاد العماني أنا اللي حبيته واللي فرحني، يعني مشاركات مثلا في عمر وصلت أتوقع 48 سنة، أحد أشخاص مشارك 48 سنة، وحبيت أنا يعني بأمانة يعني التحدي اللي قاعدين فيه، رغم أن العمر قاعد يكبر لكن هم حابينهم يشاركون في المسابقة. وسمعنا قبل شوي منك أستاذ بدر الشيدي، عفوا بدر الحارثي، بعدها السالفة موجودة ما لومي الأستاذ بدر الحارثي في الجزائر، وكنت تقول أن كبار في السن بأصواتهم الجميلة ما زال موجودين. بنرجع في الحديث معاكم، ضيفنا معنا اتصال، مساء الخير خالد. نعم اهلا وسهلا بك يا خالد، انت على الهواء.
جزاك الله خير. حياك الله، شو اخبارك؟ الحمد لله طيب، شو اخبارك؟ عساكم طيبين. طيبين الحمد لله. يا مرحبا. من وين تكلمنا يا خالد؟ اكلمك من ولايه عبرك. ما شاء الله الواعده. ايوه والله العصفوره قالت ان خالد صوته حلو. جزاكم الله خير. نسمع شيء منك يا خالد؟ ان شاء الله سمعكم اربع ابيات بس. تفضل. ان شاء الله. يا شاكي الهم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إنما على العسر يسرى. الله يبارك الله فيك أخوي. شكرا لك يا خالد. خالد طبعا شاركت معنا، أنت رسلت اسمك ولا بعدك؟ لا لا صراحة كلمني الشيخ أبو أفلح العبري، الله أعطاك ما شاء الله. قبل شوية هو طلع غادر. أيوه. الله يسعدك. أيوه. يا رب. شكرا شكرا خير. لك على المشاركة يا خالد. جزاكم الله خير. شكرا شكرا، مع السلامة. أبو قيصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الوالد. رحافي يا محاكم. طيبين، مو حالك، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. ضيوف كثيرين عندي اليوم. الحمد لله الحمد لله، الخير والبركة فيك وفيهم يا رب. بدر الحافظ عندك؟ عندي. يسمعك مع الشيخ سالم مرة عندنا هنا في القرية. ما شاء الله ما شاء الله. سلمينا عليه. ما شاء الله الحمد لله. كلكم بخير. أطياب الحمد لله. نشيد. إيه شو تبغى من جديد؟ إيش إيه بنرجع إن شاء الله في شهر رمضان أبوي. زين طيب إن شاء الله. بإذن الله تابعنا وسمعنا. نسمعك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الله يسعدك الله يسعدك. أحسنتم. شكرا شكرا على السلامة. الله يسعدك. السلامة. طبعا مستمعينا أصوات جميلة كانت في نجم الإنشاد العماني في الموسم الأول، أيضا صوت جميل راح نسمعه المنشد علي العلوي. صلوا على ما عدن الإيمان المصطفى خير من نبي. صلوا على ما حدا حادي الركبي الحمد لله الذي شرف لنا ما بصاحب المقام الأعلى وزاده شرفا عاليا
مجدا وكرما لدي صلى الله عليه إمام المتقين ورسول رب العالمين المحجلين يا من اسمه طه وياسين حبيب الله صلى الله عليه من الله يا أفضل الصلاة وأزكى وأتم صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليها أفضل الصلوات. مستمعينا بعرف شديد من صلاة وتسليم ما شاء الله عليك يا علي العلوي، صوتك دواء وشفاء، صوتك يرد الروح، إحساسك، هدوءك، فخامة صوتك، كلها جماليات، كلك سبحان ربي مكملك. يعني إيش أقول، يعني الأستاذ إبراهيم المندري قبل شوي كان يعني مندمج مع الأصوات الجميلة اللي سمعناها قبل شوي. أستاذ إبراهيم، يعني أحيانا يعني البرامج هذه تطلع لنا حقيقة أصوات جميلة تكون يعني ما معروفة في الوسط، تكون نافذة لهم أن هم يبرزون نفسهم. التحدي يكون ما بعد المسابقة، ما بعد الوصول، ما بعد الشهرة، ما بعد، يعني احنا نشوف احيانا البعض يمكن يلتزم بدراسة، البعض يلتزم بعمل، ما تلاقي يعني خلاص ويقفون عند هذا الحد وخلاص. شو نصيحتك لهم؟ طبعا في البداية انا يعني احيي استاذ جلال انه اختار لنا في هذه الحلقة اجمل، يمكن او من اجمل الاصوات في عمان. صحيح. خالد العريمي وعلي العلوي وادوا مثل ما قال استاذ جميل، يعني العمل عبارة عن لحن، ادوا من الحان تراثية هي اللي ربما حتى المستمع الان ما زال يستطرب بصوت خالد العريمي في فن بن عبادي، وشرحنا عن هذا الفن النادر في الكلمة والنادر في الإيقاع والنادر في الأداء، شرحنا أكثر من مرة عنه في رمضان الماضي. وأيضا على العلوي ربما لامس شيء من التراثيات، صوب المالد أو التواشيح الدينية في عمان. صحيح. وما شاء الله شفتوا العمل كيف فاره بالجمال. سؤالك ربما أنت أجبتي عليه مشاعل قبل شوية، لأنك أشدت فقط بمؤسسة واحدة من ضمن المؤسسات اللي رعت المواهب، وهي وزارة التربية والتعليم. نقدم لهم كل التحية جزاهم الله الخير، عندهم أكثر من ربما يعني عمل ومسابقة سواء كان للإنشاد أو الأصوات الجميلة أو ما شابه من فنون ومواهب طلابية على كافة المجالات. الاستمرار هو أصعب ما يكون. المشكلة عندنا في عمان عشان يكون أكثر صراحة هي عملية الاستمرار. يعني حتى الأخوان الخليجيين والعرب لما يزوروا السلطنة ويشاركوا في مستوى الصوت الحسن في مهرجانات أو في لقاءات أو في أمسيات سواء في الإنشاد أو الغناء، يقولوا أنه ما نستمع ولا نجد مثل هذه الأصوات الجميلة في أي مشاركة خارجية. الحمد لله، يعني ما شاء الله. في بلدانهم يعني أقصد. فعندنا المشكلة الكبرى عملية الاستمرار. أتوقع أنه عملية الاستمرار يحتاج لها نهج مدروس وخطة، وقلت سابقا في الإذاعة هذه وإذاعات. صحيح. أخرى الحكومة ما مقصرة، لكن المشكلة في تشتيت الجهود. المشكلة مؤسسات كثيرة جدا ترعى المواهب. أتوقع لو وضعت هذه الجهود كلها سواء كانت المالية والفنية والإدارية تحت لواء مؤسسة واحدة فقط في السلطنة، هذه المؤسسة ترعى المواهب في كافة المجالات، لا أكلنا هذا الثمار الجميل ورأيناه يانعا من الإبداع من وانتقال من مستوى الموهبة إلى مستوى الاحتراف. بالضبط. أتوقع هو هذا بالضبط. ربي يعطيك صحة والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، اهلا وسهلا. الو، ما ادري اذا الصوت هو ولا مو هو. حياك الله الاخت مشعل، كيف الحال؟ اهلا بولد مصيره، صحيح؟ نعم بالعين هو. حياك الله اخوي سلطان العويسي، كيف صحتك؟ كيف الحال؟ عساك بخير. اطياب الحمد لله بنعمه. طبعا ارحب بكم عن طريق اذاعه الشباب، نرحب بالاستاذ جلال الخويطري جزاه الله خير. تصلي
يعني في اتفاق مسبق كان. لا ما كان والله اتفاق مسبق، بس كيف بقول لك يعني حبيت اشارككم في الفرح. طيب طيب انا عندي سؤال. تفضلي. انت مشارك السنه عندنا ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء يعني بعدك شارك. بعدك ما رسلت؟ ايه خلاص خلاص راسل. اكيد مشاركين ان شاء الله، بكون منافس قوي باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. اذا طالما انك داخل بتحدي قوي، ايش رايك نسمع شيء؟ زين يلا هات. بسمعكم باذن الله سبحانه وتعالى موال، وعشان ننال اعجابكم، ينال اعجاب المستمعين ان شاء الله. ماذا أفطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي، قلبي وأشعاري وأفكاري حكارت أني بغير محمد لن أقتدي، قلبي وأشعاري وأفكاري حكات أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. الله الله عليك. الله 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 صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني انت ايش اقول لك، نهيل توم هني عاد كيف اللي قاعدين يسمع. يعني يعني حسيت بصوتك صوت حضرموت، ما اعرف ليش صوت يعني مجسات حجازيه ان صح التعبير. استاذ جميل جوزي يا عيني يعني ادى اداء جميل جميل جميل، ليس جميل جوزي، جميل جدا. والسياقال حلو هذا اللي هو الطرب كله. احسنت يا سلطان. يا استاذي والله المساج على راسي طالع. الله خلاص الله يحفظك. في طلب بعد يا سلطان، ما تطلع من هنا. طلبات يمكن، وش طلب واحد يعني. يعني الحين الاستاذ عفرة طالع في الدرب وهي قاعد تسمع البرنامج، وصل لمحمد عبده. محمد عبدو، محمد عبدو وش عندي؟ وش عندك؟ صبر صبر ان شاء الله بكون معكم اسمعك. يلا خليني بس استذكر استذكر. يلا استذكر، يوم تجهز خبرني. يعني سلطان داخل، كان ضيف معانا، في ضيف شرف في نجم الانشاد مستمعينا. تفاجأ او لجنة التحكيم بصوته، عملت صدى مش طبيعي. الكل كان يستفسر ويسأل من صاحب الصوت، من هذا الشخص. قبل ما نسمع صوتك كان يقول الأستاذ بدر الحارثي نتمنى ود مصيره يقول يكون مشارك معنا السنة. شكله جلال كان قاعد يسترق السمع لينا وضبط الاتصال واتصل فيك. جاهز يا سلطان؟ بسمعكم ان شاء الله. ايش رايكم في عندي شيله، لاني يعني كيف اقول لك. ما عليه، نسمع الشيله. زين يا ليل خبرني عن امر المعاناة، لو مقطع بسيط. خبرني عن امر ان شاء الله. يلا يا ليل خبرني عن امر المعاناة،
يا ليل خبرني عن أمر المعانات، يا ليل خبرني عن أمر المعانات، من صميم الذات والأجنبية بها جسم يسهر عيوني ولا بات، بها جسم يسهر عيوني ولا بات، بها جسم يسهر عيوني ولا بات، أو خفقة وصب ماير خفية، أو عبرة تعلقت بين نظرات، أو عبرة تعلقت بين نظرات، أو خفقة وصب ماير خفية. وسموح سموح الله عليك. الله الله يا سلطان لويسي، مداع يا سلطان. يعني كجمال مصيرة وطيبة أهل مصيرة وطبيعة مصيرة، صوتك الجميل كمل كل المواصفات الحلوة. شكرا. حالات الصيد أيضا في مصيرة. أتوقع أنه بالفعل بيكون من أشرس المنافسين بهذا الصوت الجميل سلطان. ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. موفق إن شاء الله في انتظاره بإذن الله تعالى. آمين 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 إن شاء الله. الله يحفظك يا سلطان، في انتظارك. شكرا. الله. مع السلامة. جزاكم الله خير. طبعا بعد ما سمعنا بعض الأشخاص اللي شاركوا، ويمكن بعض الأشخاص اللي الحين قاعدين يسمعون البرنامج مع المنافسة اللي قاعدين يسمعونها، بيقولون احنا حابين، لا صوتنا صوت الأجمل، احنا بنشارك، بنقبل التحدي. خبرونا عن جو المشاركة أيضا. طبعا احنا السنة بنكون في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أستاذ إبراهيم المندري، هذه النقلة الجديدة الجميلة لنجم الإنشاد العماني، كلمنا عنها. طبعا نقلة جماهيرية كبيرة جدا بتكون من إذاعة الشباب كاستوديو، ربما يعني مكان محدود إلى مكان فضاء خارجي، بالذات هذا اللي يعني المركز الإشعاعي العلمي الكبير في عمان. نعم. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، توقع الترتيبات حاليا جارية لعمل استوديوهات فخمة. صحيح. مع جماهير أفخم، مع عروض وأدوات جذب من جوائز ومن مفاجآت أفخم وأفخم وأفخم. أتوقع أنتم بس لو خليتونا شوية نعلن عن بعض الأشياء، يعني أنتم أجرين لحلقة قادمة جلال، لكن ما مشكلة إن شاء الله الحلقة القادمة يعني قبل رمضان راح نعلن عن المفاجآت الضخمة جدا. متفائلين بشكل كبير جدا إن شاء الله. متفائلين بالأصوات. أتوقع أستاذ جميل وأستاذ بدر الآن سمعوا نموذج فقط من خالد العريمي وعلي العلي وسلطان العويسي، وهي هذه الأصوات أنا أعتبرها من أفخم أصوات العرب. العمود الفقري للبرنامج هو الصوت الحسن. صحيح. فإذا بتجينا نماذج مثل هذه النماذج، أتوقع إحنا بيكون برنامجنا يعني محلق فوق النجوم. يكفينا إشادة في نجم الإنشاد الأول اللي وصلتنا من كل الدول العربية. صحيح. أنا اكتشفت أنه ناس من قطر، من اليمن، من لبنان، من المغرب، من الجزائر، متابعين ومتابعين يعني بقوة وبتميز، وإشاداتهم أتوقع أنها وصلت للبرنامج. متفائلين تفاؤل كبير جداً، وإن شاء الله نجم الإنشاد في النسخة الثانية في رمضان القادم يطلع عمالقة إن شاء الله. إحنا راح نتواصل معكم الأستاذ بدر والأستاذ جميل جازي وأيضا باقي المستمعين، نترككم مع الفترة الدينية، نرفع على مسامعكم أذان العصر. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً
شهد الرسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. أشرقت في الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رفيع الشأن والدرج وجهك المأمون حجتنا يا
تجي فرجا ربي أجل منك بالفرج يا رسول النبي والآل أجمعهم وكذاك صاحب ذي النهج يا رسول نجم الإنشاد العماني. نجم الإنشاد العماني. هل تمتلك صوتا جميلا؟ صوتا جميلا. هل لديك الموهبة حقا؟ شاركنا الآن في مسابقة نجم الإنشاد العماني. للمشاركة في نجم الإنشاد العماني في موسمه الثاني، أرسل اسمك الثلاثي مع القبيلة على رقم الواتساب 964-404-33. شارك ولا تتردد، فأنت الصوت الأجمل. فأنت الصوت الأجمل. يحق الاشتراك من عمر 14 سنة فما فوق. غرد بصوتك في نجم الإنشاد العماني عبر إذاعة الشباب. عبر إذاعة الشباب. يجمعنا سوا شباب على الهوى يجمعنا سوا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى شباب على شباب على الهوى ثلاثيات شباب على الهوى تقبل الله صالح أعمالكم مستمعينا نتواصل معاكم في ثلاثيات شباب على الهوى في الدقائق المتبقية من برنامجنا البعض يقول يعني مع العمالقة الموجودين معنا في الاستوديو ساعتين ما تكفينا أقول إيه والله ساعتين وأربع وعشر ما تكفي لأن بأمانة الحديث معاهم محتاج يعني لمساحة مفتوحة لأن اللي عندهم ما تكفيه ساعتين تحية لكم معكم مشاعر القاسمية في الإخراج جلال الخويطري تحية لضيوفنا رئيس لجنة التحكيم في برنامج نجم الإنشاد العماني الأستاذ إبراهيم المندري تحية للأستاذ المنشد بدر الحارثي والأستاذ الجميل جميل جوزي تحية لك المستمعين معنا اتصال يعني دخل معنا على طول وهو قاعد ينتظر ما راح نخليه ينتظر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا كيف الحال أستاذة طيبة شخبارك؟ حبيت أرحب بيكم أولاً وبكل الموجودين والأساتذة الكرام وما أعرف الأساتذة عرفوني ولا لا إيه خلاص عرفناك مصطفى تحية جداً كبيرة جداً كبيرة أوجهها للأساتذة الموجودين وللمخرج ومن إبداع إلى إبداع أكثر إن شاء الله إن شاء الله يسعدك مالك زود طبعا معنا مصطفى ابن الأستاذ جميل جوزي والمرافق لي واللي كان دائما متواجد معنا في نجم الإنشاد العماني مصطفى والله مستعد كنت أتمنى أكون معاكم حتى اليوم عشان أنه ألتقي بكم أيضا بس أنا على استعداد إن شاء الله أنه أكون موجود معاكم في نجم الإنشاد على الإصدار الجديد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شو تحب تقول للطاقم الجميل اللي معانا بصراحة فاتك اليوم فاتتك اللمة اليوم
والله كنت أتمنى، كنت أتمنى أكون موجود، أتمنى أنه أمنياتي، أمنياتي حقيقة لكل الطاقم اللي اشتغل على هذا البرنامج من بدايته، وإن شاء الله يستمر إلى سنين جاية ومشاركات أكثر. نتمنى مثل هذه البرامج تزيد أكثر وأكثر ويكون فيها اهتمام من المشاركين أيضا إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء وأدعوكم بالتوفيق إن شاء الله وأشوفكم على خير. الله يسعدك يا مصطفى. أيوة نعم. اسمحي لي يا مشاعل، أنت جميل كأبيك يا أخي. الله يخليك. يعني أنت جزء لا يتجزأ أيضا من نجم الإنشاد الأول في مرافقتك لأستاذنا القدير يوميا، ونتمنى نشوفك في نجم الإنشاد الثاني يوميا. بس الله يخليك هالمرة طلب خاص يا مصطفى، توصي الوالدة الكريمة تكثر لنا من وجبات الوجبات العراقية في رمضان عشان تلذذ فيها هنا في عمان. ما طلب يطال عمرك، ربي يحفظها، ما قصرت معنا المرة الماضية. يعني الوجبات اللذيذة العراقية والعربية تأتينا من بيتكم العامر إلى الاستوديو. ألف عافية. الله يعطيكم الصحة والعافية، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نعطيكم كل اللي تريدوه. أيوة. وفي بعد شيء صار، أكو شغلة أنت ما عندك خبر عنها يا مصطفى، صارت مفاوضات هني ان بتكون في طلب زياره لبيتكم وقت ما تسوون الخبز العربي بالنخالة العراقي ان نكون موجودين بالتنور. عمي تشرفونا اولا، ونتشرف بزيارتكم الحلوه هذه، وباي وقت، والبيت بيتكم اكيد. ما عليك زود، الله يسعدك ان شاء الله. اريد ازيدك معلومه، لان اليوم انا اخذتها، واسف قطعتك، اليوم اخذتها من اجتماعنا اليوم في اذاعه الشباب، لجنه التحكيم والاداريين والموجودين، انه نجم الانشاد العماني الثاني في هذه السنه عمره خساره اللي ما يشارك، لأن الأشياء اللي موجودة طبعا ما راح نبوح بيها هسه، سواء كان قصدك مشاركة كجمهور أو مشاركة كمنشدين. بالضبط، كجمهور، وأنا حتى قلت لها الأستاذة مشاعل أتمنى أكون من الجمهور، لأنه أكو أشياء وهدايا و و و و و لا تتصوروها. يعني أنا متأكد اللي راح يجي مرة أو يسمع بيها راح يكون يوميا حاضر. وأتمنى أيضا هذه فرصة لجميع المنشدين، إذا كانوا منشدين معروفين أو منشدين مبتدئين، أي منشد فرصته هو هذا البرنامج، اللي ما راح يشارك صدقني راح يتندم على كل المميزات اللي شفتها اليوم وسمعتها وقريتها. فشي غريب يعني، حتى على مستوى البرامج الأخرى، على مستوى حتى الدولي، المسابقات الدولية، أنا أشوف اللي راح يصير عندنا في هذا شو اسمه، هواية أزيد. مصطفى خليتني أنا بعد أتمنى إنه أنا أكون، وأنا متأكد أنت راح تجي يومية، متأكد، بس أنا راح أكون مشارك بوجودي معاكم وليس مشارك بصوتي. الله يسعدك. ما هو المشاركين والمتواجدين، يعني حتى الناس اللي تجي كضيوف جمهور ذولا مستفيدين جدا، اللي يدخلون خاصة بمملكتنا احنا، يعني ماكو واحد يطلع قلت تلقاي قولتنا ايده فارغة. والله فخير خير ما شاء الله. اكبر فايدة لنا انه احنا نشوفكم. عزيز مصطفى انت نعم، انت تصدق انه قالوا حتى المذيعة قالوا بيغيرونها؟ لا 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 انا اول شخص اشتكي. الله يسعدك يا رب، احنا في انتظارك، انتظار الكل. الله يجمعكم على خير. امين ان شاء الله بالتوفيق برنامج جديد، وراح نشوفكم ان شاء الله متواجدين معاكم بكل الايام. امين يا رب. شكرا لك يا مصطفى، تحياتنا للوالده وللاسره الكريمه. يوصل الله يحفظك. مع السلامه. معنا اتصال ثاني. مرحب، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير عليكم. مساء النور والسرور، حياك الله اخوي. شلونك اختي مشاعر وضيوف الكرام؟ انا كلش مستانس على البرنامج اللي راح يجي في رمضان، واشجع فيه، حتى دزيت مسجات حق ربي تتابعوا مال الانشاد في رمضان.
اهم شيء انك دزيت مسجات واكو شيء احنا ما نعرفه. يلا عرفنا باسمك. معاكم فارس شبان. حياك يا فارس، شخبارك؟ ما شاء الله تمام الحمد لله. الله يسعدك. لا مو مبارك كذا دعايه قويه للبرنامج، جوائز وما جوائز، ويعني شوقني الاخ لما ذكر في بدايه اللقاء قال شنو، قال انه في حاجات حلوه يعني. ان شاء الله ان شاء الله وجودكم اكيد هو الحلو، حلوه وقيمه وكبيره وشيء لا يوصف صدقني. يا فارس انا انطوني جوائز انا اكون في المقدمه. تعال تفضل تفضل يا فارس. لا تفضل استاذي العزيز. انا وحياتك يعني عينوني جزاهم الله الف خير وانا تلميذهم رئيس لجنه التحكيم، بعد ما قرات الاوراق والجوائز والقذب للحضور الجماهيري تمنيت اني اكون احضر جماهيريا ولا اكون رئيس لجنه التحكيم. يعني من جمال الجوائز والاشياء الجميله. صراحة أنا عندي سؤال بس ما أدري يعني شلون تجاوبون فيه، فمن راح يجاوب على هذا السؤال؟ أنت أسأل وعقب إحنا بنقرر. أستاذي هذا برنامج ديني ونوعا ما في تحفظ على الجوائز، فياليت أسمع الإجابة. أنا آسف على السؤال. هي الجوائز اللي يعني أو المقدمة للجمهور وحاجة ما فيها حاجة من الترويج أو شيء، يعني برنامج جيني بالعكس برنامج تحفيزي، من المتسابقة في المركز الأول يحصل على مبلغ وقدره، المركز الثاني يعني هذه مسابقة في النهاية يعني مسابقة. يعني مسجات حق المصوتين. هو الإنشاد أولا اللي بيكون يا فارس مش فقط في المجال الديني أو الابتهال، هو بيكون في المجال الوطني الاجتماعي. في المجال الاجتماعي في مجالات كثيرة جدا، نسخة تقريبا مكررة من نفس المجالات من نجم الإنشاد الأول. لو تابعت نجم الإنشاد العماني في النسخة الأولى بيكون نفس المجالات بالضبط على كل المستويات. أما هو من ناحية الرسائل ولا علشان ما ندخل بس في فتاوي، ما تابع النسخة الأولى علشان كذا. إذن في أشياء بتعجبك أنت بس تعال وجايزتك علي يا فارس. الله يوفقك شرفنا حبايبي، وإن شاء الله ننتظر البرنامج إن شاء الله يكسر الدنيا على قولة اللبنانيين. الله يسعدك، شكرا لك يا فارس. شكرا. نروح لمشاكسات اثنين. شباب 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 خلكم وياي خلكم وياي، لا يضحك عليكم جلال ويطرش لكم مقاطع صوتية وترد عليه، خلاص زمن المقاطع الصوتية انتهى. انتهينا يا حبيبي وانتهى ذاك الغرام. معلش يا جلال معلش، ما مشكلة نحن نعيش معك الغير. خبار اسمح للي اشوف فيك يوم هل انت عملت فيا، اشوف فيك يوم هل انت عملت فيا. مشاكسة. دابا تسمعوا النانا، سمعوا النانا مال الجلال، هناك النانا ما هنا. مشاكسة. مساكم الله بالخير جميعا، يا جلال يا مشاعل، على الأقل يا أخي ارسلوا لنا بوست يعني أي تصميم فيه يعني أي شيء عن نجم الإنشاد عشان ننزله في سناب، ننزله في الانستجرام. سؤال يعني إيش كيف أجابك عليه؟ يعني إذا ما تريد تحطوا صورنا إحنا الخمسة مثلا يعني 3 and 2 يعني على الأقل يعني زي بدون صور، يعني كان صورنا مش رايقة ومش حلوة يعني، بس على الأقل كلام، على الأقل شيء إعلان يعني نحطه في سنابنا، نحطه في الانستجرام مالنا. عبارة اسمح للي مشاكسة. بس في ملاحظة أنا سمعتها اللي هي تكلم عنها الأستاذ جميل جوزي إن هذاك اللحن اللي هو 3/4 مش موجود، هو أوروبي. إحنا في عندنا في البريمي في فن العيال موجود عندنا الإيقاع هذا، فهذا موجود في فن العيال عندنا في البريمي، فما أدري أستاذ إبراهيم منبري أنت أدري هل هو نفسه ولا في فرق. مشاكسات.
والله هذه المسابقة قبل لا تبدأ يعني ثمارها يانعة، لأن الأصوات الجميلة اللي فيها قبل بداية المسابقة مكسب كبير جدا جدا جدا، كلنا راح نستفيد منها. خامات رائعة ومتميزة لأبعد الحدود. أشكركم جميعا، أشكرك يا جلال، أشكر أستاذ جميل، أشكر أستاذ بدر، أشكر مذيعتنا القديرة مشاعل، أشكر الأستاذ عفرة حقيقة يعني، وكل طبعا من ساهم هناك أيضا في دعم هذا البرنامج لنجاحه، لأني مثل ما أقول ثماره أتت قبل أن يبدأ يعني. شكرا جزيلا لك. اللهم أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. مشاكسة حبيبي جلال، ما بقوا لي شيء، استاذ ابراهيم واستاذ بدر كلها حكوها، لعدان ايش راح اقول؟ اخويا انا راح اقول لك شيء مهم جدا، انه غدايا باشر عليك. اقول لك حبيبي لازم 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 نلتقي يوم الاثنين. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. على بلدي المحبوب وانديني، زاد وقتي والبعد كويل. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى حتعرف؟ انا قلبي داريني قال لي ما تحبني، اهواك واتمنى لو انساك، وانسى روحي وياك ونبعد يبقى فداك لو تنساني. ومش انا اللي اجري واقول عشان خبري، ولا لي حق معاك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسألنا عليك. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير. اعطيني نايا وغني، فالغنى سر الوجود. وجود مستمعينا ولجنة التحكيم وكل من يحب في إذاعة الشباب، انتو سر الوجود وانتو جمال الوجود وانتو كل الحلا. في آخر الدقائق مستمعينا، نعرف أن كثير من الكلمات غابت، كثير من الأسئلة طارت وراحت وتبخرت مع هذا الجمال الجميل الموجود في استوديو إذاعة الشباب. شكرا لمحمد آل شاب يقول بسم الله ما شاء الله صوت سلطاني جنن، رب جميل، ربي يسعده النجم سلطان. المها تقول ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، ولد مصيرة منشد رائع، الله عليك، بالفعل إحساس رائع. شكرا لكم مستمعينا. الأستاذ جميل جوزي، كلمة تحب تقولها واستعداداتك للموسم الثاني إن شاء الله، الله يجمعنا إن شاء الله بيكم لا فاقدين ولا مفقودين، إذا كانت في نصائح توجيهات للمتسابقين وأيضا اللي حابين يخوضون هذه التجربة معنا في الموسم الثاني. اللهم يعيد أولا شهر رمضان علينا بالخير والبركة والتوفيق أولا. ثانيا أطلب من جميع أخوتي وأبنائي وأصدقائي المنشدين جميعا من مسندم إلى صلالة المشاركة في هذه المسابقة. المسابقة هذه فرصة ثمينة ثمينة جدا لجميع المنشدين، أطلب منهم المشاركة لأنه هذه الفرصة لا تتكرر مرة ثانية. فأرجو أن الكل تشارك، وأيضا أرجو من جميع المستمعين المشاركة في الحضور في هذا البرنامج، وراح يكون في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مهيئ استديو جميل جدا، وما شاء الله كراسي تقريبا أكثر من 500 كرسي، فأكو مجال للجلوس، وحفل جميل جدا وجوائز جميلة جدا، وتتونسون وتطلعون إيديكم مليانة.
ان شاء الله. تحياتنا للجميع. شكرا لك استاذ جميل جوزي. ايضا هي فرصه مستمعينا مو بس للمنشدين والمتسابقين، ايضا للعوائل بشكل اوسع اللي حابي ويجيب زوجته عياله يستانسون، لان بتكون في فعاليات مصاحبه ايضا في المركز، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في ليالي رمضان. راح يكون هناك في سوق، راح تكون هناك في حركه وجمال، اكيد راح يكون اكثر موجود. منشدنا وين سرحت؟ لا لا معاكم. الا تعترف انك سرحان. لا لا موجود. حياك منشدنا بدر. كلمتك للمتسابقين وايضا استعداداتك النفسيه للموسم الثاني، هل من جديد ان شاء الله راح نشوفك؟ ان شاء الله ان شاء الله. اول شيء انا سعيد جدا انه بعد فتره غياب، يعني اعداد مبكر حقيقه، انا على علم انه الاستاذ ابراهيم والاستاذ جلال والاستاذ عفراء وانتم كنتوا على تنسيق مبكر، واليوم نحن اجتمعنا حقيقه تذكرونا برمضان، نسال الله سبحانه وتعالى نجمعنا ان شاء الله. امين يا رب. ونفحات رمضان قريبه ان شاء الله، انا بكون مستعد لها، ما راح اتغيب عن اللجنه. وايضا المنشدين اتمنى لهم التوفيق حقيقه، المنشدين اللي شاركوا واللي حاب يشارك طبعا، واليوم الحمد لله محبي الانشاد كثير، وانا متفائل انه راح يكون عوائل كثيره راح تجي ان شاء الله للاستوديو اللي راح يقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مسرح هناك مسرح يكون مهيئ، فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وبارك الله في الجميع. شكرا لك استاذنا منشدنا بدر الحارثي، استاذنا العزيز ابراهيم المنذري، ماذا عساك ان تقول؟ انا ادري يوم يرجع على ورا هسخ ورا بس ويحط ايده على خده ينتقي اجمل الكلمات. ما شاء الله. كان ودي اني اقول بعض القصص الجميله اللي يحبها جلال والمستمعين، لكن اجلها لرمضان. لا لا ناجلها لرمضان ان شاء الله. هو فقط كالعادة أنا أقدم الشكر لإذاعة الشباب على البوح الجميل والكرم الحاتمي، لأن المس دائما منها ومن إدارتها الفتية الجميلة، وبإذن الله تعالى أجدد الدعوة مثل ما قال الأستاذ جميل والأستاذ بدر، ليست توجيهات وإنما تجديد دعوة للمشاركة لكل الأصوات الحسنة والجميلة في السلطنة كمتسابقين في نجم الإنشاد العماني في نسخته الثانية اللي راح يقام بإذن الله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في شهر رمضان المبارك. بأجل كل الكلام إذا الله كتب لنا الحياة بإذن الله تعالى إلى ربما الاجتماع أو اللقاء قبل رمضان المبارك، عشان راح يكون في إعلان عن تفاصيل معينة. صحيح. ربما راح نجذب فيها شريحة كبيرة جدا من المستمعين ومن الراغبين في الحضور وأيضا من المشاركين. تحياتي للمستمعين الكرام، تحياتي لكم، أشكركم شكر كبير جدا جدا، وبإذن الله تعالى ربنا يكتب لنا بإذن الله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى القبول سواء كان في رمضان أو غير رمضان، وكل عام والجميع بخير. الله يسعدك أستاذ إبراهيم المندري، منشدنا بدر الحارثي، الأستاذ جميل جوزي، وأيضا المتابعين والمستمعين عماد البقلاني يقول تواصلوا مع أصحابكم فصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا، مساءكم جميل. كل التوفيق للمتسابقين. علي سالم الجهوري، مساكم الله بالخير، تحية طيبة لضيوفكم الكرام، تحية لكم أختي مشاعر، الكلمة الطيبة صدقة ولها تأثير كبير، اصدح بالإيجابية يا فتى، اصدح يا فتى. متواصلين معكم مستمعينا بكل الحب مع برامج جديدة بإذن الله، مع زملائي إن شاء الله راح يكون بكرة معكم عابدين البلوشي، ويوم الخميس سلوى الخنبشية، ونقول إجازة الله يحفظ الجميع. نختم حلقتنا لليوم بعازي للمتسابق اللي فاز معنا بالمركز الأول، مجدي البلوشي، معاكم مشاعر بنت سعيد القاسمية في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، الإخراج جلال بن ربيع الخيطري. إيه والمسلمي كبر، إيه وابسميت بالله العظيم الواحد العالي الكريم، لطيف بالأمة رحيم، يلي تعلى في سما صبيان يكبر شيم، إيه وبسألك يا رب الأنام، يا من عيونه ما تنام، يا من هدانا للإسلام، ويا من فرض صوم صلاة صبيان يكبر شيم، إيه وابغي
غيرك فلا أحد معين، أنت الذي به نستعين وأنت مجيب السائلين، تعلم بعبدك ما خفى صبيان يكبار شيام. إيه وبطلبك يا رب العباد تحفظ لنا نور البلاد، قابوس من به الخير زاد يبقى لنا طول الحياة صبيان يا كبار شيام. إيه وبيبقى لنا طول الزمان ويعيش في خير وأمان، وبه ترتفع راية عمان ويصون الله من إعداء صبيان يا كبار شيام. نجم الإنشاد العماني، نجم الإنشاد العماني، هل تمتلك صوتا جميلا؟ صوتا جميلا، هل لديك الموهبة حقا؟ شاركنا الآن في مسابقة نجم الإنشاد العماني. للمشاركة في نجم الإنشاد العماني في موسمه الثاني، أرسل اسمك الثلاثي مع القبيلة على رقم الواتساب 9640433. شارك ولا تتردد، فأنت الصوت الأجمل، فأنت الصوت الأجمل. يحق الاشتراك من عمر 14 سنة فما فوق. غرد بصوتك في نجم الإنشاد العماني عبر إذاعة الشباب، عبر إذاعة الشباب.